هلو يا معشر الباندا، اليوم جيتكم وما جيتكمش وحدي، جبت لكم معايا زوز بوكسات. عملوا القهر في اليوتيوب، اكتسحوا تلافز دراما ضحك كليبات راب غناء بنات. وما خفية كان أعظم، اليوم ضيوفي قاهري قلوب العذارة السام والنسر. صافا صافا نسال عليكم الدوم انستغرام والدنيا والسهريات و زين انا تو مش تزيد تحرقنا قبيله قلت ماشي عادي يا جماعه. قولوا لي القلوب هل هي فاضيه ام شاغره؟ وانا ام كوبل ولا سكبه فاضيه ام شاغره؟ انا حاليا ام كوبل. حب حتى حد يفهمنا بالغلط معناتها. شوف عنده شو لازم تحب صاحبك؟ لا نحب صاحبي لازم تخلى معناها عندك شعر طويل اما انكوبل بصراحة في شوية نجم اجمع اسمع باش نعاود السؤال خاطر بالرسمي سيء عتعدي باش تتعاود ونختص ناصر راه يقصد اون كوبل عنده شكون صحيح وانا شاطر هذيك هي الحكايه تعدى السؤال اللي بعده باهي سام احكي لنا انت تو صوره تهنينا عليك بنت تعمي نلوج على بنت الحلال والله نلوج على بنت الحلال اطلب تو معني تنجم برشا عبيد لا والله بالرسمي تو انا يا جماعه الايراني يمكن يعرفش عمري 31 سنه ما عادش بحكي صوره فتاه طفله شقراء بنت حلال بنت حرس وقيت والله بالحق دونك سمعتوا يا جماعه مش خير من شاب وسيم انيق رشيق يبحث عن فتاه عن فتاه بكرش نسيت بكرش قصد نية الزواج معناها داخل في الرسم الطول. قولوا لي يا جماعه فيلموا بالتليفون الدنيا كود فودر الدنيا فرص ومرة تعطيك مرة لا كود فودر مش كود بيت كود فودر حب أول نظرة كود فودر بتاع نهارنا ما عشرش من نقعد بها نطولوا والله بالحق ما أنا عادي تعجبني طفلة في صالة نضرب فيها ونساء نقود ونساء أصلا شكون باهي أنت نصور لا ما نمنش تمنش بالكود فودر باهي يحكيوا لي مالا أول حب حياتك كل واحد فيكم والله طفله تقرص الزمانية والنقره باك كي انا دبرت في الباك كنت نحب كنا نحب بعض على الاخر كي دبرت في الباك هز التليفون مش نقولها راني دبرت في الباك جاوبتني قالت لي حق دبرتها والله علاش حبت نعاود نكلمها تقول وقت في الجمعه هي ريزلتا الطفله ما عاودت حصلت عليها كان في سبتمبر وقت كان الباك يقصر ما عادش تعرف التليفون ما عادش نقضي سامي وقت ما عادش باك ما عادش وقتاش يا ربي في الدوزيام اني سكوندير بالطبيعة خطك حد يغفل اي برا برك حكي مش معناها قطر حد يدريهم كمان بخريط البرا بريفي بالفلوس اي اي تبث علينا سونتر قرا في البريفي كمان قرا في الصوت قرا على قاعدة برا نصور كمان حكي لنا كمان تنرجع بالوين مزيان معناها وقتها كيفاش على فيسبوك في الصيف هكا تي تاكل بالزواج والفازيات بعدها عملنا شايرين مزعمين وعليه تي طلعت اختارنا اختارنا بس يحبها معناها انتم مزوز اول حب ليكم كان ديسيبسيون معناها والله ديسيبسيون اما بيه الحاجه الحال الحب هاي هذيك احلاها احلاها بعد دخل بعد درمان هيك ما نحكي شوي الناس ما تتعاركوش عايشكم ما تتعاركو ليش واخر حب عندي 2013 2013 من وقتها بنية عمي والو والو ليش ما فينا بعد ولا استيناس ليه تم خطر شو بعد ولا تم ثم غولة سمت زمر عليها اللي قلت لها نحبك يا سامي انا نعرف ولاي تحب تطيح لك كل شيء في الماء انا معها معها شو معها بلي عندي سؤال وانت يا اخر واحد حبيت وشكون بي اي تعبت وشوفت السنة دونك كاو وجيك شاندي ما نقول لكم به دونك يا جماعه في اطار الحب
ولا عشق ولا هويان وصفاء السريرة اللي ما بيناتكم. شايفة من الأخرى؟ صفاء السريرة. صفاء السريرة؟ أي يعني فمتاش عم نعمل صفاء وسرير مع سريرة. كيفاش لميتوا على بعض؟ كيفاش لميتوا على بعضكم؟ شو اللي لمكم على بعضكم؟ تلمينا معنا هكا رات تلمينا. اي فكري ايش خلينا معنا هكا عرضني بالشارع قلت بدنا نتلموا. انا نتابع فيك يعمل الاقبال في الراب ويعمل كاسين ناصر فازيتو. انا عجب شيخ علي كيفاش انسان مش معروف وقتها ويعمل في ديكور مزيان ورا الحق كنت شيخ علي على الاخر. الحمد لله خويا كنا نكملوا بعضنا وخطف. اهميه الشهره في حياه الفنان تبدي شويه في السيل نتاعك نتاع الكلام تحسك اهم القديمه. انا ما احكي فهمني مش نمد هكا توا انا نحب والله تغششتني. لا لا بلي ما تغششش موني بلي ما تغششش مين بزتني ما عادش نجم نرقص برسم كموني برسم راهو براسك مره. ليه بلي مش عامل لك جماعه القنوات شعر شط علي اقسم بالله والله العظيم جدت علي يا صباح والله العظيم زي يسوكم التساكي برشا تلافز والله هوني خرجت من البلاتو تغشت من سينا والله برنامج ليميسيون هاي دخت ماري بالدباغه ادري شكون تجلطها ادري شكون قتلو هاي وكا تاع التاسع كانت البليل هذيك عالم هي تيحو انا نطلع هي تيحو انا نطلع سي بون كيفاه البنايك اللي هبطوا في بالك هذيك وش يحرقهم راهم شحال حريري يا ما تعديش الحلقه هذه راه فنح عليه كوبي رايت هي تيحو انا نطلع باهي جماعه باهميه الشهره اسمع موني باش نسالك سؤال اقسم بالله لا خليني نتكلم قبل الشهره كي كنتوا عباد عاديين كيفي معناها حبيت تقول لي انت معنا ماك مشهوره يا اخي ما شفتش تيرتم ماركاج انستغرام ورا نحيت الصنعه ديك نحيتش خلاني مشهوره كيفكم يا خويا ربي طشنا من اللي بالكم يا خويا فولو منى باندا منى بن محمد يس منى باندا منى باندا مسعود هذيك الاب والله يا جماعه والله خلينا نقول كلمه بالحق في والله مش خاطرني بحذاها من اقوى الممثلات في تونس حق حق تفكر والله فما خدمه ممكن باش تصير وانت موجوده فيها وتفل قال لي الحشي بمنيه هي انا هي كلها والله انا مساج والله يا جماعه والله مثل وعجبتني برشا اقوى اقوى الممثلات في تونس تفرج فيديوهات على اليوتيوب نتاعها منى باندا تفهموا راح كيف معنا كيما ربي ان شاء الله نحبوكم بارتاجيو الانترفيو وتبعثوا لصحابكم وتعملهم الكل باش ننجح يا فرحة يا فرحة اسمعوني يا جماعة أنا عندي مشكلة في الشهرة أصلا كي نمشي البحر ما عادش مرتاح الحقيقة مو من كرشك هذيك هاي قلته من الرسمي فما حاجات اسكت اسكت خلينا نفضح المستور يا خويا حاطط المخدة باش يخبي كرشه بدي غاز 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 يا خويا قبل الشهرة كان السيد ليه بدنه من السال دم شهر يكون كعمير باش نعمل براء انا قبل الخميسات قبل فوت نترينا مانيش مشهورة معناها مانيش مشهور برشا نترينا باش سافا هكا مارتيري وليت معروف بالطبيعة حتى كان ضيف من المار عاد باهي فما توهو واش فما خير سرقونا ستار الله غير في الزهر زيديك الفوق قطع نعمل هذا شدونا نعملوا في انترفيو وما عادش فيها باهي يا جماعة فما كيستيون باش نسألهاكم جاوبوني بصراحة قبل مراوبين كانت الانستغرام نتاع الصورة فايت الانستغرام نتاع السام بسبعة آلاف ابوني صحيح يا جماعة بعد مراوبين بفعل فعل ولا ما نعرفش كيفاش بفعل الخدمة حتى الفعل عنده دور من الخدمة حتجيب فهمتني يا جماعة الانستغرام نتاع الناس بس خنكمل عاد سي السام فات صورة ب 7000 ابوني ذوري توا مبين توا 40000 ابوني ما صدقش 160000 ابوني وهو ب 121000 شنو السر؟ والله محبة العباد انا شوف انا يكرهوني انا خبيت انا خامس خايب قامت السر اني نعرفه راه اني نعرفه السر انت كي تعرفه علاش تسال؟
اسمع ايش اقول لكم، انا كان انستغرامي 85000، عملنا في مروبين عايشوشه عايش عطيه قطوسه قلبي حبيب قلبي، عملت لنا برشا برشا فولو فازت، وصلت حتى 99000 بهذا الوقت. بعد ربي عطا خير ربع تاخير خدمه خدمه تجيب صوره اني اقول لك انا كي يبدا سامي عامل ابوني انا صوره مش نعطيك الرسمي والصحيح الصبيغه اللي عمرتها في شعرك في مروبي اسمع يا شكون غربيك شكون المخرج المخرج بيه يا جماعه تو تسميكم اسامي تاع فتيات مشهورة باش تختاروا منهم واحدة، معناها واحدة باش تدي مني الأخرى. نعرفوها احنا باش تعجبنا معناها. أي 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 باش تسميكم بالاسامي وأنتم اختاروا. بالواحد بالواحد، كل واحد وحده. باهي نبداو بالسام، وان مريم الدباغ ولا ريم البنا؟ تا 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 تا. واحدة منهم اختارها. إيه اختار واحدة فيهم. ليه ليه هما؟ أوف موزيك باك جراوند. أنا قريب شوية ريم البنا أكثر. ريم الصعب معناها. اها. اوكي. انا ليش قريب الزوز. صورة واحدة لازمك تختار واحدة. تعجبني معناها. ماري الدباغ ولا ريم البنا؟ ارتيستيك هو ريم البنا خير. ايه دونك تو. ومريم فيزيك مو. ايه توصل كنت تعجبها مريم الدباغ. الكوبل نتاعو اما تسمع في الشيخي. ليه ليه ما كيكا امور فازيت هكا. امور رجلة امور رجلة. متذكر معناها. باهي الاولاد. دونك. بالنسبة لسامسو ريم البنا ولا رشين عاوية؟ بتضرب كعبة كعبة؟ ايه بزيس حيبات ريم البنا ولا رشين عاوية؟ ايه ايه اسمع بش نميل شوية تاو رشا 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 اي رشا هي مش رشي رشا بيهي وانتي؟ رشا رشا بيهي تاو مشيت ريم البنا بيهي رشا وإلا عايشة عطية عايشة عطية عايشة عطية من غير حتى إزيتا سيونس أنا عايشة أنا ماشية بين الأحسن أنا عايشة أنا نحب برشا عايشة أكيد عايشة عايشة ووبا عايشة طيحت على الناس الكل به عايشة ولا سميرة مجروم والله زيدة زوز حبيبات أما أنا نميل أكثر لعايشة خاطر قريب برشا عايشة 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 بزاف تقاوم خويا انت عايشة بزاف عايشة ولا مروة العقربي؟ زوز صحابي بالله ما عادش تقولي زوز صحابي تعجبني في اصحابي اما انا ديما نميل اكثر لعايشة خاطر اكثر عبيد اكثر اكثر طفلة باش تعرفها تعرف عبيد باش تميل له اني غلطت اللي حطيت عايشة عطيت الكومبيتيسيون هذه يا جماعة اللي هي ريت ربي زوز باهينة باهي عايشة والا مرم بن عزيزة عايشة عطية تحسوا ايزيتاسيون شويه والله هني والله هني شوف نعرفها راهو باهيه وناس مليح ومحلاه على الاخر وكل الاخرين ما نعرفهمش جبت لي عليهم الجمله ان شاء الله تو نعرفهم كي نعرفهم تو نقول خير ولا باهي عايش عطيه ولا دور الزروق الحقيقه باهي عايش عطيه ولا دور الزروق الحقيقة عايشة عطية يا عايشة من فك بلاستك حد وانت انا درة ما تعجبنيش اما عايشة تعجبني شي يا وعايشة تبحث في المقابلة عايشوشة عايشوشة تي برشا بزويت كنا نحبوك بيه نتعديو الكستيون ونفيو الكستيون سي بون تجمو تراوكو سي بون شنو يا اخي من على الرمال كي تكملوا انت خرجينا من ورا بنك وتخرجينا من غير كستيونير شنو الهم اللي دور الكاميرا باش ننقز من هنا تحب الخمار الحق خمار هز الكاميرا عايش في كادر بطابع الصورة باندا دايريس باندا دايريس لي متعتكم لي متعتكم كان عجبتكم الفيديو متاعنا ما تنسيوش بارتاجيوها وتعملوا ابوني في الشين يوتيوب متاع مولي باندا اسمع انا نحب نتخيل روحي انا عندي ميسيون كيما موني ومونا جاتني انفيتي بيك جيتني انفيتي تسالني صح هاي مولي كيفاش تعمل وتوا باش تدخل معانا موني باندا موني انت في بالك محليك يزي والله اسمعي انت محليك يزي حشمتوني امان ما تحشموني امان ما تحشموني
مونيش كواليس هذا يلعب. يا والله جماعة والله الحلقة على الهواء يا جماعة. شكرا راح تلفون. أنا مشيتكمش بشكوت.